مصر تؤسس الجمهورية الجديدة، جملة تصف ما يدور على أرض مصر منذ 10 سنوات. جمهورية قوية مواكبة للعصر، تليق بمكانة مصر وشعبها. حلم يتحقق بجهد كبير وعمل متواصل ليلا ونهارا. فمنذ 10 سنوات كانت مصر في مفترق طرق، واختارت الطريق الأصعب، طريق الإصلاح الجذري مهما كانت التحديات. وشهدت مصر ملحمة في التطوير والبناء لم تشهد مثلها منذ أكثر من 150 عاما. ملحمة تضافرت فيها مجهودات كل المصريين من جميع الأطياف. وكعادتها كانت القوات المسلحة المصرية في الميعاد، لبت نداء الوطن وتكاتفت مع كل أبناء الشعب من أجل التنمية الشاملة. وتم العمل بالتوازي في جميع القطاعات، فشرعت مصر في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية، وأنشأت المناطق الصناعية والاستثمارية، كما أنشأت شبكة عملاقة من الطرق والكباري والأنفاق لربط جميع المحافظات، وقامت بتطوير شامل لشبكة المواصلات، وتم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة. وبالتوازي بدأ تنفيذ أكبر خطة لتحسين جودة الحياة من خلال انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الآلاف من القرى في الريف المصري تطويرا شاملا، والتي استفاد من مرحلتها الأولى حوالي 21 مليون مواطن. كما تم البدء في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير نظام التعليم، وبناء عدد كبير من المدارس والجامعات التي تقوم بتدريس أحدث التخصصات، والعمل على تنمية الوعي المجتمعي من خلال تطوير المحتوى الفني والثقافي والإخباري بهدف تنوير العقول وصحة تناقل المعلومات. واستكمالاً لجهود الارتقاء بجودة الحياة، تشهد مصر نهضة عمرانية غير مسبوقة في تاريخها، حيث تم بناء الآلاف من الوحدات السكنية لكل الفئات، وتم القضاء على جزء كبير من المناطق السكنية غير الآمنة والغير مخططة، وتوفير سكن بديل ملائم في أحياء سكنية متكاملة. بالتوازي مع انطلاق أكبر خطة شاملة لتنمية سيناء، كذلك يتم تطوير الأماكن التاريخية مع بناء مدن جديدة من الجيل الرابع، تعد طفرة في التخطيط وتطور البنية التحتية، مثل أسوان الجديدة والسويس الجديدة والإسماعيلية الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة ومدينة الجلالة ومدينة العالمين الجديدة، شريان الحياة للساحل الشمالي، والتي بدأت في تحويل الشريط الساحلي لمنطقة تنبض بالحياة على مدار العام. ويأتي على رأس هذه المدن درة تاج الجمهورية الجديدة، العاصمة الإدارية. هذه المدينة العملاقة التي تقف شاهدة على ما يمكن للمصريين تحقيقه في زمن قياسي، حين تتوافر الإرادة. إن العاصمة الإدارية هي أيقونة التطور الشامل الذي تشهده مصر بتخطيطها المبهر وبنيتها التحتية المتطورة، لتضاهي في جمالها وإمكاناتها أكبر المدن والعواصم الإدارية في العالم. ولقد بدأت بالفعل مؤسسات الدولة المصرية والأجهزة الحكومية والسفارات وكبرى شركات قطاع الأعمال في نقل مقراتها الدائمة وممارسة أعمالها ومهامها من هنا، من قلب العاصمة. وحديثاً قامت القوات المسلحة المصرية بنقل مقراتها الحيوية للعاصمة الإدارية، حيث تتوافر الإمكانات اللازمة والبنية التحتية والتقنيات التكنولوجية لمواكبة التطور الذي تشهده في كافة أفرعها. ففي قلب العاصمة الإدارية وعلى مساحة 850 فداناً تقع الأكاديمية العسكرية المصرية، مصنع الرجال ومهد الأبطال. تعد الأكاديمية العسكرية المصرية الشريان الذي يمد جيش مصر العظيم بخيرة شباب الوطن للذود عن بلادنا، كما
كما تحصلت الأكاديمية على العديد من شهادات الجودة العالمية في كافة المجالات. وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية العديد من الكليات لتدريس العلوم العسكرية والمدنية المختلفة، وتحرص جميعها على مواكبة التطور في كافة المجالات. يتخرج لنا من الأكاديمية قادة على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام المختلفة وتحت أي ظروف. وتضم الأكاديمية العديد من الكليات: الكلية الحربية، مصنع الرجال، وعارين الأبطال. وهي من أعرق الكليات العسكرية في المنطقة والعالم. وتمنح الطلاب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وأحد الدراسات المدنية الآتية: بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، أو الحاسبات والمعلومات، أو اقتصاديات إدارة أعمال النقل واللوجستيات، وطبقا للتخصص. الكلية البحرية، أسود البحر. وتمنح الطلاب بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية وبكالوريوس العلوم السياسية. الكلية الجوية، نسور الجو. يحصل خريج الكلية تخصص الطيران على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران، بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات، بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران. ويحصل تخصص العلوم العسكرية الجوية على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية، وبكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران، وشهادة معتمدة دوليا في أساسيات مراقبة المطارات. كلية الدفاع الجوي، حماة السماء. ويحصل خريج الكلية على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي، وبكالوريوس الهندسة في أحد التخصصات: الاتصالات والإلكترونيات، الحاسبات والنظم، الميكاترونكس، الروبوتات. ومن كلية الطب بالقوات المسلحة يبدأ مشوار الضابط الطبيب للحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، لتمد القوات المسلحة باحتياجاتها من الضباط الأطباء للعمل ضمن منظومتها الطبية، ومن الكوادر الطبية لتأسيس الكوادر الهندسية، حيث تقوم الكلية الفنية العسكرية بتخريج كوادر هندسية قادرة على التعامل مع معدات التسليح الحديثة والقيام بمهام التأمين الفني لها. وقد حصلت الكلية الفنية العسكرية على الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي لكافة البرامج الدراسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ومن أحدث الكليات العسكرية: الكلية العسكرية التكنولوجية، وتمنح الطلبة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا وطبقا للتخصص لمواكبة التطور التكنولوجي في أنظمة التسليح الحديثة وتوفير تعليم تخصصي تكنولوجي متكامل. إن مصر اليوم تضع المستقبل نصب أعينها وتخطو نحوه بثبات. ولقد أصبح الحلم واقعا ملموسا بالتطور المذهل الذي تشهده في كل المجالات. والقوات المسلحة المصرية طالما كانت جزءا من نسيج هذا الوطن، درعه وسيفه وصمام الأمان الذي يحمي نهضته، تشارك مع جميع أبناء الشعب المصري في التنمية، وتحرص على التطور الدائم متسلحة بالعلم والإيمان والعقيدة الراسخة.
خطيرا غير مسبوق في رفع الكفاءة القتالية والدفاعية عن طريق التسلح بأحدث المعدات والعتاد ومواكبة أحدث التقنيات، ليحظى الجيش المصري في آخر 10 سنوات بتصنيف متقدم بين أقوى الجيوش في العالم أجمع. تشهد القوات المسلحة اليوم من تطور هائل في التقنيات والتسليح والمعدات وتدريب وتأهيل الأفراد، وما تشهده الأكاديميات العسكرية من تطوير مستمر هو انعكاس للتطور المذهل الذي تشهده مصر طوال 10 سنوات. ذلك التطور في جميع المجالات هو حجر الأساس وبداية الانطلاق نحو حلم يحوله المصريون لواقع بأيديهم، حلم بمستقبل أفضل في دولة قوية حديثة، حلم الجمهورية الجديدة.